عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التحية مستمرة والانطلاقات متواصلة مع تواصل الأشواط. هذا الصباح شوط يبدأ والشوط ينتهي بالإثارة. ينطلق الشوط الثاني عشر والشوط الثاني عشر خصصة للقعدان المهجنات على صايل سن اللقاية. المسافة هي الأربعة كيلو مترات. نسيرة مع الصدارة مع القيادة مع الريادة مع المركز الأول. من يستفتح النداء في هذا المسار المستمر؟ هنا أيضا يتقدم الخصيم حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري يتقدم على مستوى المركز الأول المركز الثاني المركز الثاني. التواجد القدوم من خلال هذه الشعارات المنطلقة من خلال هذه الأسماء المندفعة. يتقدم الشهم على مستوى المركز الثاني. يقدم لنا الشهم حميد بن سعيد المنصوري يتقدم على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث هنا ايضا التقدم والانطلاق من خلال تواجد مطفي سالم بن محمد بن خادم يتقدم على مستوى المركز الثالث. من خلال تواجد هنا ايضا مطفي سالم بن محمد بن خادم المنصوري. المركز الرابع هنا ايضا يتقدم الغزال والضاح من سالم بن سعيد اليحافية. المركز الخامس المركز الخامس التقدم الانطلاق من خلال تواجد هنا ايضا من خلال تواجد هنا ايضا منذر عبد الله بن سيب بن معرض المشغوني يتقدم على مستوى المركز الخامس. المركز السادس هنا ايضا يتقدم همام الدودة بن سالم بن اسود العامري. المركز السابع المركز السابع هنا ايضا يتقدم على مستوى المركز السابع اللي هو يا سلام يا سلام. التدخل والانطلاق من قبل شعار اليفوني ايضا قادم ولكن التدخل من خلال وضاح عبيد بن نسيب بن عتيق السبوسي ينطلق على مستوى المركز التاسع. المركز العاشر هنا ايضا الانطلاق من خلال هذه الشعارات. يتقدم مسبار حي احباب هنا ايضا حياب مطر بن سعيد بن حاضر اكتبي. هذه النتيجة للمراكز العشر الاولى. ياهي اسماء بعد العشر ياهي شعارات بعد العشر لم يحموا عن دخولها حتى هذه اللحظات. نترغب بالامتار الأخيرة نترغب بالامتار الخطيرة. نعود إلى البداية نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول. الله الله لا زال لا زال لا زال هنا أيضا يتحكم بالأمور المنصوري. يقدم لنا الشهم يتقدم الجموع أحمد بن سعيد المنصوري يتقدم الجموع. المحاولات من الغزال اليحافي اليحافية غادم من طلاقة الغزالة على مستوى المركز الثاني. وضاح بن سالم بن سعيد اليحافية المركز الثالث المركز الثالث. الانطلاق والقدوم من خلال تواجد مطفي سالم بن محمد بن خادم المنصوري بن ياعد بن ياعد غادم مهاجم على مستوى المركز الرابع غير إلى الثالث. الخصيم حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري المركز الخامس والسادس والشعار
الشعارات المنطلقة، الشعارات المندفعة في هذا المسار المستمر. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. لا زالت الأمور، لا زالت الأمور كما هي مع المقدمة، مع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا أيضا الشهم أحمد بن سعيد المنصوري بن ياعد بن ياعد يتقدم من خلال غدوم، هنا أيضا من خلال غدوم الخصيمة حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد. المركز الرابع أو المركز الثالث، أرصد القادم حامل رقم ثلاثة مصدع أو مربوش سابر محمد بن سيف المزروعي قادم على مستوى المركز الرابع. بن دري قادم، بن أسود قادم، والجماعة قادمين من المقامع الخلفية. ولكن نعود نعود بن ياعد، نعود إلى بن ياعد. الخصيم 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 مع المقدمة مع المركز الأول، ينطلق بالانطلاقة، ينطلق بالاندفاع والتحدي والإثارة. ما شاء الله الخصيم حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري، حمد بن سعيد المنصوري قادم على مستوى المركز الثاني من خلال تواجد الشهم. المركز الثالث أرصد القادم، أرصد الرابع، الخامس ما شاء الله. ولكن بن ياعد بن ياعد بن ياعد يتقدم يتقدم. الخصيم الخصيم الخصيم، الله الله يا الخصيم، ينطلق بالانطلاق. يا سلام على هذا الانطلاق. الخصيم حمد بن عبد الله بخير بن ياعد، ارصد القادم الراعي بحور في الوذبه اليوم، قدمها بالانطلاق المميز في هنا ايضا عاصمه كل الميادين. ولكن القادم القادم القادم، اللحظات المثيره اللحظات المثيره، البلوشي 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 حسمها بالامتار الاخيره حمد بن عيسى بن سالم البلوشي. المركز الثاني عند بن ياعد، المركز الثالث المركز الثالث تواجد القدوم من خلال هنا ايضا من خلال تواجد من خلال تواجد الرهاوي خميس بن سالم، خميس بن حمد بن سالم المخيبي. المركز الرابع المركز الرابع التواجد القدوم من خلال تواجد هنا ايضا الشهم حميد بن سعيد المنصوري. المركز الخامس نحيل الاضاء خط النهائي، توقيت الزمن 6 دقائق 12 ثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.